السلام عليكم. هذا النحل مستانس على الزهور الفواحة للحمضيات، وهذه بداية عقد ثمار الحمضيات بجميع أنواعها. تزهر الحمضيات من أواخر شهر فبراير إلى نهاية شهر مارس حسب المنطقة. لا بد من تقليل الري أثناء فترة التزهير وحتى عقد الثمار إلى أن تصبح الثمرة أكبر من حبة الحمص. فالري للحمضيات على حسب التربة، التربة الرملية فترة التزهير إلى عقد الثمار واشتدادها نقول كل 5 أيام مرة، بشرط الانتظام بهذا الموعد. لا تعطي يومين بعدين 5 أيام بعدين 7 أيام، هذا يؤثر ويسبب تساقط كثير للعقد والزهور. أما إذا كانت التربة طينية فكل أسبوع مرة إلى أن تشتد الثمار وتصبح أكبر من حبة الحمص قليلا. وبعد ذلك نبدأ نزود كمية الري تدريجيا وبلطف وبحرص، لأن اختلال الري على الحمضيات يسبب تساقط للعقد وأيضا يسبب تشقق للثمار بعد عدة أشهر، فلا بد أن تعامل الحمضيات بنظام ري جميل ومتقن. فعندما تعقد الثمار ومن الطبيعي أن تسقط الزهور، ليس صحيحا أن كل ما تراه من الزهور بالآلاف كلها ستصبح ثمارا، إنما ستسقط بعض الزهور لأنها زائدة عن حمل الشجرة أو لأنها لم تلقح أو لأنها ذكرية أو بسبب الأمطار أو الرياح أو اختلال الري أو الحشرات مثل التربس والعناكب والنمل وغيرها. لكن في النهاية سيحصل عقد بإذن الله تعالى. في الأشجار طبعا الحمضيات من عمر 5 سنوات فأكثر تبدأ بالإنتاج الكبير اللي هو من 150 إلى 250 ثمرة في الشجرة الواحدة. فعندنا هنا من 10 أو 15 أبريل لما تعقد الثمار بشكل جميل، نخلي كمية الري بدل كل 5 أيام مرة نخليها كل 4 أيام مرة، ثم كل 3 أيام مرة، ثم كل يومين مرة، ثم كل يوم مرة. يعني أنت كل أسبوع نغير نقلل فترة التباعد بين فترات الري لأن نصل إلى كل يوم مرة طوال طبعا فصل الصيف.